الركلات الرأسية، سيد الكرات الرأسية، ونور هو سيد التمريرات والعرضيات. وجيا الله، جميلة 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 جميلة. شوفوا وضع الكرة كيف، شوفوا الذكاء في وضع الكرة، شوفوا الزاوية الصعبة اللي ممكن يجي منها هدف بالرأس، لكنه جاء هدف ذكي، هدف جميل، هدف في شغل، هدف في ذكاء، هدف في أيضا مرونة من اللاعب ومعرفة من اللاعب بالمرمى، معرفة من اللاعب أيضا بقدرة وضعه، بقدرة رأسه، قدرة الرأس بفين تضع أنت الكرة، ليس فقط الزاوية لكن بأي